مرحب بكم مشاهدينا الكرام في من القاهرة، والذي يبدأ معكم من الآن ويستمر قرب منتصف ليل القاهرة. هيكون لنا في وقفتين حواريتين وأيضا عدد من الأخبار اللي بتمر بينا على أبرز أحداث اليوم. الوقفة الحوارية الأولى اليوم في من القاهرة بتتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور عام على دونالد ترامب داخل سدة الحكم. الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها عالميا، سواء فيما يخص صعيد السياسة الداخلية أو الخارجية، عدد من القرارات بالطبع مست الدول العربية والشرق الأوسط، سوريا والتدخل الأمريكي، ليبيا أيضا، اليمن، ومواقف مختلفة من القضية الفلسطينية، وآخر القرارات فيما اتخذه بشأن القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب. قرارات خاصة بالهجرة، حظر وصول بعض الرعايا من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإقالة الكثير من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية. إذن دونالد ترامب ما بين الحكم عليه بسلبياته وإيجابياته بعد عام كامل في حكم الولايات المتحدة الأمريكية. مع ضيفي الكريم في الحوار الأول أستاذ حارس العناني، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأمريكي. الوقفة الثانية بتتحدث عن الاقتصاد، ولكن بمفهوم مختلف، من خلال تعويم بعض الشركات الحكومية المتعثرة وطرح عدد منها داخل البورصة المصرية. انعكاسات هذا الإجراء على الاقتصاد وأيضا زيادة الاستثمار، محور نقاشنا في الوقفة الحوارية الثانية مع الدكتور وائل نحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. نبدأ بأولى أخبارنا وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم باستبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة، نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخابات طبقا للقانون. كذلك أصدر المدعي العام العسكري أمرا بحظر النشر في القضية رقم 1 لعام 2018 جنح أو المدعي العام العسكري والمقيدة ضد الفريق المستدعى سامي حافظ أحمد عنان، ودعا المدعي العام العسكري إلى حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وفي غيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من جانب المدعي العام العسكري بشأنها. إلى ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال سامي عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على خلفية ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون. وأضاف البيان أن عنان خالف القانون بإعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على التصريح اللازمة من القوات المسلحة، بالإضافة إلى ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام
في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة. وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي: أولا، إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثا، ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. والله ولي التوفيق. الرئيس السيسي يجري الكشف الطبي استعدادا للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات. سيادة الرئيس أجرى الكشف الطبي استعدادا للتقدم بأوراق الترشح، حيث أجراه اليوم استعدادا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم. هذا وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 29 من يناير الجاري. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005. يأتي هذا التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير. سيادة النائبة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية تنضم إلي عبر الهاتف، برحب بك سيادة النائبة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. قرار رئيس الوزراء والموافقة على الإقرار الضريبي وطريقة تقديمه وتحديد تقديم الحساب، في أي إطار؟ نعم، في أي إطار حضرتك؟ نعم، كانت بتواجهنا سواء في أسلوب الحساب، في أسلوب التقديم، في المتابعة، في المبلغ اللي احنا بنحصله نسبة حتى للنفع القومي الإجمالي زي كل دول العالم، أو لمواردنا يعني كنسبة لمواردنا. كان في مشاكل كثيرة قوي فيما يختص بطريقة تقديم الإقرار والفترة والمستندات المرفقة وإلى آخره. الموضوع ده بيتناقش بقاله فترة في البرلمان وما الحقيقة، والحمد لله ان النهاردة اقر، لان ده هيسهل كتير سواء على الممولين او على المتابعة. يعني هو تطوير ايه الجديد فيه يا فن؟ ايه الجديد فيه؟ الجديد ان انا كل حاجة بتطوري
الصندوق إدارة جمع الضرائب وحسابها بالكامل. دي كانت الحقيقة وزارة المالية شغالة عليه بقالها فترة، والحمد لله إنها نجحت جدا. يعني مثلا الممول النهارده القرار بتاعه مليان بالكامل، ممكن يقدم مستندات بعدها بشوية، يعني مش شرط إن يبقى في نفس اليوم، إنما المهم إن يبقى في انتظام في تقديم التقارير اللي هي اللي عفوا يسموها ايه الوثيقه، يعني اللي بتقوم عليه قد ايه، تقسيماتها ازاي، ما يسيبش بنود فاضيه، يبقى كل حاجه محطوطه عليها منصوصه، وممكن بعد كده يبتدي يقدم المستندات، وممكن يقدمها في وقتها. بس اللي اقصده بتسهل سواء على وزاره الماليه او على جمع الضرائب وعلى الممول نفسه اسلوب الحساب، صيغه الحساب، بتحاولي تعيدي هيكله العمليه بالكامل. فالنهارده الحمد لله اقرت التفاصيل بحيث ان شاء الله تقديم الاقرار الضريبي وتقديم المستندات المرفقه والمتابعه بعد ذلك والحسابات بينهم وبين الماموريات تكون اسهل. هو تطوير اساليب العمل بشكل اكثر حداثه. وهل فيها يكون غرامات للتاخير؟ لا، هي مش طبعا هو اي بني ادم هيخطئ، لكن اللي اقصده إن هو أسلوب جديد للتعامل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب. أيسر على الممول، أيسر على الممول. أسهل على الممول وأسهل على المتابعة وأسهل على يعني في أسلوب أكثر سلاسة في التعامل مع المأموريات ومسؤوليات حتى مأموريات الضرائب تجاه الممولين، مسؤوليات الممولين تجاه الضرائب. يعني للتسهيل الحقيقة. أشكرك سيادة النائبة بسان فهمي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب على هذه المداخلة وهذا التحليل. صندوق النقد برنامج مصر الإصلاحي لعب دور حاسم في استقرار الأوضاع الاقتصادية. أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر لعب الدور الحاسم في استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد. وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية في ضوء مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح. أضاف البيان أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017، متوقعا أن يصل إلى 4.8% في العام المالي 2017-2018 وإلى 6% في المدى المتوسط. وزير البترول مصر تتحدث من خلال إنتاجها في الغاز الطبيعي والاكتشافات الجديدة. ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019. أكد الملا خلال الاجتماع أن الدولة بذلت جهود متزايدة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتوفيره للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وسد الفجوة تدريجيا بين الإنتاج والاستهلاك. إضراب شامل عام جميع القطاعات والمؤسسات بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس المحتلة بدعوة من الفصائل والقوى الوطنية تنديدا بزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى القدس. في السياق ذاته دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى الانطلاق الجمعة القادمة بمسيرات حاشدة في الميادين العامة في القدس عقب أداء صلاة الجمعة للتعبير عن الغضب لكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني. أستاذ محمد الهواش المحلل السياسي معي من رام الله، برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير. حركة شعبية جديدة بدعوة من الفصائل للإضراب العام الشامل، طلعني على آخر التطورات وتأثيرها على هذه الزيارة لنائب الرئيس الأمريكي. يعني المواقف الامريكيه الاخيره بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمه لاسرائيل واعلان الرئيس الفلسطيني والقياده الفلسطينيه والمجلس المركزي الفلسطيني مقاطعه الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه الحاليه
يترجم بالمواقف الشعبية أيضا والداعمة للموقف الرسمي عمليا إعلان كل أسبوع يومي فعاليات شعبية وفعاليات غضب. اليوم يعني كان لافتا إغلاق جميع المتاجر في كل مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. كانت رسالة واضحة جدا بأن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإسرائيل هي يعني تأييد مطلق لإسرائيل وتعزز الموقف الأمريكي المنحاز بصورة مطلقة لليمين الإسرائيلي وليس لعملية السلام. لا توجد عملية سلام ليأتي رئيس أو نائب رئيس يدعم هذه الخطة أو ليبحث آراء. وبالتالي كان الموقف توجيه رسالة من الشعب الفلسطيني لأن يعني الرفض ليس رسميا، هناك رفض شعبي وهناك رفض رسمي وهناك رفض لكل منطق الإدارة الأمريكية الجديدة الذي يحاول قلب الأمور وفرض حل إسرائيلي للقضية الفلسطينية لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وللعرب وللمسلمين أيضا فيما يتعلق في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. نعم، منذ قرار الرئيس الأمريكي الأخير ولم تهدأ الأوضاع على المستوى الشعبي ليس فقط الرسمي في الداخل الفلسطيني، لكن أيضا الدعوة مستمرة لكل جمعة بإضراب عام شامل. هل من تأثيرات تتوقعها لهذه الخطوة تضغط في اتجاه ربما تراجع الولايات المتحدة عن ما قامت به؟ يعني بالتأكيد هذا النضال الوطني الفلسطيني يستهدف تغيير المواقف الأمريكية والمواقف الإسرائيلية وتحريك أيضا المواقف العربية الصديقة والشقيقة لتغيير الموقف الأمريكي ويعني تقديم أو تضمين أي مبادرة سياسية، لأن الإدارة الأمريكية تعلن أنها ما زالت يعني تصوغ مبادرة سياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، وبأن هذه عندما تبدأ بهذه الطريقة فلن يقبل الفلسطينيون التعامل معها، وبالتالي هناك يعني قرار رسمي لعدم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من احتكار أي عملية سياسية في الرعاية وأن تكون طرفا أو شريكا إلى جانب شركاء آخرين، أوروبا، روسيا، الصين، الجامعة العربية، يعني أي مجموعات إقليمية ومجموعات دولية يمكن أن تكون داعية لعملية السلام. ومع ذلك هناك موقف شعبي فلسطيني مؤيد لهذا الموقف وداعي بصورة دائمة لتوجيه الرسائل يعني العرب وللمسلمين وللإدارة الأمريكية وللعالم بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن تفرض عليه تسويات لا توجد فيها القدس عاصمة لفلسطين ولا توجد فيها حل لقضية المواقف الفلسطينية والعربية واضحة من حيث الثوابت المختلفة وأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 67 والعاصمة القدس الشرقية. أشكرك الأستاذ محمد هواش المحلل السياسي، كنت معي من رام الله. الخبر التالي من وزارة الري، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن مصر تعاني بشدة من أثر التغيرات المناخية حيث تمثل درجة الحرارة أكبر التحديات فيها والتي تهدد الدلتا في مصر مما يجعل النظام المائي حساس لأي تغيرات. أضاف عبد العاطي خلال كلمته في افتتاح الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط أن مصر من أكبر الدول المتميزة في إدارة المياه رغم أن أكثر من 90% من مواردها خارج حدودها. انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط والتي تستمر جلساته على مدار يومين وينظمه المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعاون مع معهد البحر المتوسط للمياه والاتحاد من أجل المتوسط بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والبارزة والباحثين والمهتمين في مجال المياه. نتيجة الزيادة السكانية دايما في ضغوط على استخدام الموارد المتاحه، الموارد ثابته والسكان بيزيدوا، يبقى الحل ايه؟ هو ايجاد بدائل
لتوفير واستخدام هذه المياه. على هامش الملتقى عقدت 5 جلسات عمل تطرقت إلى التعاون مع الدول الإفريقية والتحديات والفرص التي تواجه قطاع المياه بين دول البحر المتوسط والدول العربية، والتي تنظمها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية. مياه تحدياتها كبيرة جدا في منطقتنا، هناك شح في الموارد المائية، هناك موضوعات أخرى يمكن أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص لنقل المعرفة وأيضا الدخول في أبحاث كثيرة عن هذا الموضوع الحيوي جدا. يعتبر الملتقى فرصة مهمة وجيدة لتبادل الخبرات والتعاون المشترك والبناء بين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية من دول حوض البحر المتوسط والدول العربية والإفريقية من أجل تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. احنا بنعمل في المؤتمر ده نقل التكنولوجيات الحديثة من الدول الشمال اللي هي أوروبا المتقدمة لاستخدام تكنولوجيات حديثة لتقليل التكلفة للتحلية وتقليل تكلفة أو يعني تكنولوجيات حديثة لتقليل تكلفة معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي. كما ناقشت الجلسات موضوع السدود وتأثيراتها على المجتمعات الصغيرة وأخلاقيات المياه وقضايا الإعلام المائية، إلى جانب تنظيم معرض للشركات المتخصصة في مجال الموارد المائية. رمضان المطعاني، النيل. للمزيد من المتابعة حول نفس الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. برحب بحضرتك يا دكتور حسام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك يا فندم. دكتور حسام، درجات الحرارة والتغيرات المناخية أبرز التحديات في مصر من الناحية الخاصة بهذه التغيرات والخطورة على الدلتا بشكل خاص. ماذا نعد لهذه الإجراءات أو تفاديا لهذه التغيرات المناخية وتأثيراتها في الداخل المصري؟ هو يمكن زي ما النهاردة تمت الإشارة في افتتاح الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للمياه بحوض البحر المتوسط، تمت الإشارة يا فندم أن التغيرات المناخية والتحديات المائية بشكل عام ليست تواجه مصر فقط، ولكن تواجه العديد من الدول. وكان الشعار النهاردة أن التهديدات مشتركة وليست منفردة، ويجب أن يكون العمل على مواجهتها مشترك وليس منفرد. يمكن كل الكلمات كانت بتتضمن هذا المعنى النهاردة، لأن بالفعل محيط حوض البحر المتوسط عارفة المناخ بتاعها بيضم سمات متشابهة كتير جدا. عندنا مصيف شمال أفريقيا منطقة بتقع في المنطقة شبه الجافة، والتحديات المائية فيها كبيرة، زيادة سكانية، زيادة على الطلب على المية، وبالتالي فمواجهة التغيرات المناخية بتتطلب زي ما أشير في الكلمات حيث سمعتيها تضافر كل جهود لتبادل بيانات ومعلومات، لتقديم الخبرات، لتقديم التمويل اللازم، لأن موضوع التغيرات المناخية والتهديدات اللي ممكن تسببها لدول هذه المنطقة إذا لم يتم التعامل معها بهذا الشكل فأتوقع أن ممكن يكون التأثيرات. طيب التعاون بيصير بالشكل المطلوب فعلا؟ في استجابة من الأطراف المختلفة المتوقع تضررها، وبالتالي بيتم تفادي هذه المخاطر من خلال هذا التعاون؟ هو بالفعل يا فندم وجود اتحاد لحوض البحر المتوسط ده في حد ذاته آلية، يعني آلية حوار وآلية تبادل معلومات وآلية تعرف على مشاكل آخر بشكل مفيد جدا في المستقبل. يعني احنا عندنا تكوين اليازة دي بيبقى في حد ذاته مش مشكلة كنقطة انطلاق، فاحنا لازم يكون عندنا أمل طالما الآلية متوفرة الحمد لله، والمحافل دي اللي حصلت النهارده متواجده بشكل مستدين، فباذن الله هيكون في بعد كده اليه لتوفير التمويلات اللازمه لتنظيم اليات اخرى لتبادل المعلومات بشكل افضل باذن الله. اشكرك جزيل الشكر الدكتور حسام الامام المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. دي كانت مجموعه اخبارنا النهارده في من القاهره. حوارنا الاول سيبدا معكم بعد قليل، نتحدث فيه عن دونالد ترامب في صدة الحكم الأمريكي منذ عام، ماذا اتخذ من قرارات داخلية وخارجية وتأثيراتها المختلفة. ضيفي الكريم الأستاذ حارس العناني الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأمريكي.
عام من التصريحات الصادمة والقرارات الصعبة عاشها العالم منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. قرارات بدأها بعد أسبوع على توليه منصبه في يناير من 2017 بتوقيع أمر تنفيذي يمنع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة. بعدها بأيام وقع ترامب على قرار آخر يتعلق هذه المرة ببناء جدار على حدود أمريكا مع المكسيك، ما تسبب في تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبعد أن لعب ترامب على أنغام السلام في المنطقة والتغني بأنه صانع الصفقات والقادر على إبرام اتفاقية القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ذهب ليعلن بأعلى صوته في ديسمبر الماضي أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، ليواجه القرار عاصفة غضب عربية ودولية انتهت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعربية القدس، وكل ما دون ذلك لاغ وباطل. الموقف الأمريكي من إيران لم يختلف كثيرا عن تعامله مع كوريا الشمالية، حيث تصاعدت لهجته تجاه طهران على مدار الأشهر الماضية، حتى أعلن مؤخرا سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة. قرار آخر مثير للجدل أخذه ترامب، وهو إعلان الانسحاب من اتفاقية المناخ بحجة أنها ستلحق الضرر ببلاده على حد قوله. وفي انتهاك للخصوصية، وقع ترامب على مشروع قانون يسمح بمد مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت والمكالمات الهاتفية للأجانب دون إذن قضائي لمدة 6 أعوام بعد انتهائها مطلع العام الجاري. واستمرارا لمسلسل التصريحات المثيرة، أساء ترامب إلى القارة السمراء، ما أدى لموجة انتقادات واسعة نطاق من كافة الدول الإفريقية. مرحبا بكم مرة تانية، وحديثنا سيتواصل مع ضيفي الكريم حول دونالد ترامب بعد عام في السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يخص سياساته الداخلية وقراراته في الداخل أو حتى في الخارج. ضيفي الكريم الأستاذ حارس العاني، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأمريكي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. بيك نورتنا على شاشة النيل الأخبار. الله يخليك. دونالد ترامب عام في الولايات المتحدة الأمريكية كان مليء بالقرارات، في أي إطار وضعت هذا العام وتقييمك للرئيس الأمريكي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر إدارة هذه القناة وأشكر حضرتك على الاستضافة، واسمحي لي أحيي مصر وشعب مصر وقيادة مصر والرئيس السيسي، وأقول له يعني سرياسيات الرئيس، فنهضة مصر هي نهضة العرب، هذه حقيقة احنا نؤمن بها، مصر عزيزة علينا جدا. فيما يخص موضوع مرور سنة أولى على حكم الرئيس ترامب، الحقيقة واحد يستوف عند كذا محطة، يعني ممكن نجزها إلى جزئيتين، القرارات أو ما تم داخليا داخل أمريكا وما تم خارجيا، ولعله الأهم بالنسبة لنا في موضوع سياسة ترامب الخارجية. الموضوع الخارجي الحقيقة هناك عدة قرارات، ولعل أهمها وأزعجها بالنسبة لنا كمنطقة عربية هو قرار القدس الذي أصدره في ديسمبر الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والتي الحقيقة كان قرار يعني صادم حتى لكثير من الأمريكان، يعني التقيت بكثير من الأمريكان كان صادم، لأنه كثير من الرؤساء السابقين لم يتجرأ أي رئيس على اتخاذ مثل هذا القرار. نعم. لأنه قرار له أبعاد كثيرة، وإحنا شفنا ردود الفعل اللي صارت، وشفنا ما دار في المنطقة، ولا زال يدور لحد الآن الحقيقة، تفاعلات القرار لن تنتهي بهذه البساطة، وشفنا مواقف الدول العربية وحتى الزيارة الأخيرة للنائب الرئيس الأمريكي وبما جوبه، سواء في مصر من قبل أزهر أو سواء في السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وفي الجامعة العربية وفي الشارع العربي. فالقرارات اللي اتخذت من قبل ترامب الحقيقة تعطي انطباع على أن هناك توجها سياسيا جديدا فيما يخص المنطقة العربية،
ولعل هذا القرار هو يعتبر أكبر قرار ضد التوجهات العربية وضد أيضا الشعور العربي بكل أمانة. يعني هكذا يعني أنا أقرأه. لكن علينا أن نتعمق شوي ونشوف مردودات هذه القرار، ما وراء هذه القرار، لماذا اتخذ في زمن ترامب ولم يتخذ في زمن سلفه أوباما مثلا أو بوش أو كلينتون أو إلى آخره من الرؤساء السابقين. حضرتك تعرفين أنه الرئيس الأمريكي في فترة الانتخابات يعطي وعود، والوعود عندما يصل إلى السلطة يقوم بتنفيذها. فواحدة من هذه الوعود هي موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمت فعلا وأعلنها، وجاء النائب الرئيس الأمريكي الموجود حاليا بالمنطقة وألقى كلمته، وكنا تابعناها في الكنيسة الإسرائيلي وفهمنا ما فهمنا. هذا من جانب. الجانب الآخر، نرى أنه مثلا ترامب انسحب من مؤتمر المناخ في باريس، وهذا أيضا استغرب العالم كله، لأنه هو كان يطرح شيء أيام الحملة الانتقابية، ولعلك تتذكريها، أمريكا فيرست، أمريكا أولا. فكان يفكر في توجهات إلى حد ما تعتبر نوعا ما غريبة عن سابقيه من الرؤساء الأمريكان. هناك مسألة أخرى أيضا في موضوع العلاقات الدولية، وهو موضوع الناتو وإصراره على دول الناتو بأن تساهم بنسب كبيرة ماديا في مجال تسليح وتقوية ودعم الناتو. فالحقيقة ترامب شخصية يعني تفكر بعقلية البزنس، وهو رجل أعمال كما نعرف، هو رجل أعمال، فيفكر فيها كصفقة. طاغي عليه هذه الطبيعة في ممارسته للسياسة، هكذا يعني لحد الآن الكل متابعين سواء الأمريكان أو سياسة الربح والخسارة. بالضبط، هي سياسة الصفقة، هكذا ندخل، هكذا نربح، هكذا نخسر. وفي بعض الأمور ربما تكون بالنسبة إلى أمريكا مفيدة، أو بالنسبة إلى العقلية والكلتشر والثقافة الأمريكية يعني شيء عادي. بالنسبة إنه وأننا نتحدث عن السياسة الخارجية ما يخصنا نشوفه يعني مضر، لكن بالنسبة إلى التوجهات الأمريكية. ثانيا، هناك مسألة مهمة، يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني أوباما كان كل 6 أشهر يعرض عليه موضوع نقل السفارة، يؤجل يؤجل يؤجل. مع العلم أوباما أيضا دعم إسرائيل، كنا نعرف بهذه الحقيقة، وبوش الابن أيضا، وكلينتون وإلى آخره. لكن هنا وقفة، لماذا الرئيس ترامب هو الذي أعطى هذا التصريح؟ أعتقد هناك كثير من الأمور يعني تحتاج إلى تحليل في هذا الموضوع. ووجود بينس، مارك بينس نائب الرئيس، هو المهندس الحقيقي لهذا القرار، لأنه كما تعرفين الأنجليكان، بينس من الأنجليكان. الرئيس ترامب رجل يعني ليس متدين إلى هذا الحد، أما نائب الرئيس مارك بينس هو من الصقور إن صح التعبير. حتى أن الرئيس الأمريكي في بدايته كانت له صدامات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس. نأتي إلى موضوع آخر، موضوع الداخلي، إذا حبينا نربط الداخل. لكن كمان في الكثير من التصرفات الأمريكية التي مست الشرق الأوسط بشكل مباشر. نعم. مثلا التدخل الأمريكي بزعم القضاء على داعش وقيادة التحالف الدولي ضد داعش، منها ما مس العراق ومنه ما مس سوريا. تمام. وقصف لقاعدة الشعيرات بحجة أن هناك استخدام للأسلحة النووية من قبل النظام الرسمي. إذن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية مع سوريا أيضا تستوجب الوقف، خاصة في حماية لما تقوم به تركيا في داخل الأراضي السورية. شوفي حضرتك الآن الموقف لو نستعرضه حاليا اليوم، يعني وما يحصل في عفرين من قبل الأتراك والتدخل العسكري القوي في عفرين من قبل تركيا، واللي يعتبر شكليا وسياسيا يعني أمريكا لم تعط الموافقة الكاملة، ولكنها طلبت منهم التريث، في حين أنه أمريكا هي من تدعم أو هي التي أنشأت وسلحت القوات الكردية كما هو معروف، قوات الديمقراطية الكردية. فهناك
هناك تضارب في بعض المسائل وهناك توافق في مسائل أخرى. يعني أمريكا لا ينكر أنها دعمت العراق في موضوع القضاء على داعش، لا ينكر يعني، وكانت هي تقود قوات التحالف في العراق وقدمت مساعدات كثيرة عسكرية واستخبارية ولوجستية، وأرسلت كثير من المستشارين ولا يزالون موجودين لحد الآن في العراق لغرض المساعدة على القضاء على داعش، وفعلا قدمت، وهذا باعتراف الحكومة العراقية يعني بعد ما فعلت ما فعلت وعلى مدار سنوات بالتأكيد بعد ما فعلت ما في العراق ودخولها العراق واحتلال العراق والأضرار الجسيمة التي تسببت للعراق، وكلنا نعرف هذا وعشناه في تفاصيلها. لكن على صعيد سوريا لا ننسى أن هناك صراع أمريكي روسي أيضا. نعم. على أرض سوريا، ووجود إيران أيضا، وكل يغني على ليلاه، كل واحد من هذه الدول له مصالح، روسيا لها مصالح، أمريكا لها مصالح، إيران لها مصالح، تركيا لها مصالح. تركيا تحديدا متخوفة جدا من أي نفوذ كردي في سوريا طبعا، لأنه قضية الأبدي. لكن كمان مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تذبذبت ما بين تقارب وتباعد، تمام، سواء ما بين تركيا في المواقف المختلفة أو حتى في موقفها مع إيران. بعد إبرام الاتفاق مع الدول الكبرى أصبح دونالد ترامب بيتحدث بأن إيران من الممكن أن تفقد هذا الاتفاق وتستمر العقوبات عليها. إذن بنتحدث عن علاقة أخرى تمس الشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حضرتك الاتفاق لما صار في زمن أوباما 5+1، الاتفاق مع إيران هو لم يكن اتفاقا يعني أمريكيا صرفا مع إيران، كان اتفاق الدول اللي شاركت زائدا أمريكا، لكن الحقيقة المهندس الكبير لهذا الاتفاق هو أمريكا لا ينكر، والتي دفعت بهذا الاتجاه هي أمريكا. المتغيرات التي حصلت بعد مجيء ترامب وتوسع النفوذ الإيراني أيضا بالمنطقة سواء في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وقد أعلنت يعني الرئاسة الإيرانية صراحة عن هذا التواجد، وتطوير صناعة الصواريخ البالستية، جعل من أمريكا تتخذ قرارا، ولعله بسبب أيضا حماية الإسرائيل، خلينا نتكلم بصراحة يعني أيضا هذا موضوع مهم جدا. فعملية الضغط الأمريكي للانسحاب من القرار أعتقد الآن خف بسبب التدخل الفرنسي والرئيس الفرنسي والحلفاء ورئيسة وزراء بريطانيا أيضا. فالآن الكلام الجديد هو ليس إلغاء القرار، وإنما تعديل، إضافات وجعل صناعة الصواريخ البالستية هي جزءا من هذا القرار، وتحجيم إيران في هذا المجال. لكن عملية إلغاء القرار أنا لا أعتقد أن القرار سيلغى أو أمريكا ستنسحب منه، لكن بالتأكيد، لكن حتى تصريحاتها بشأن الأوضاع الأخيرة في إيران تتحدث بأنها في موقف غير راض. طبعا أمريكا لما صارت الأحداث الأخيرة في إيران والمظاهرات، أعلن الرئيس الأمريكي وبعد كذا تغريدة مثل ما تذكرين وتابعنا كنا، أنه يدعم هذه الانتفاضة وأن الشعب الإيراني من حقه أن يطالب بحقه وإلى آخره من هذه التفاصيل، دعما ومنطلقا من حقوق الإنسان والحريات وإلى آخره. لكن الحقيقة كان الموقف الإيراني ليس مندفعا جدا، الأمريكي عفوا ليس مندفعا جدا، وإنما كان يعني بحرص في موضوع إيران. وانتهت المظاهرات كما نعلم، لكن لا زالت أمريكا تصر، ولا زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على موضوع تحجيم إيران في موضوع القدرة النووية وفي موضوع الصواريخ البالستية. وأعتقد قالها من أسبوع رئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران بأن تكون دولة نووية. وهنا يجب أن نربط بموضوع كوريا، لأنه ما حصل في كوريا لا يريدونه أن يتكرر. كوريا تعدت الخط الأحمر كما يقولون، وأصبحت دولة نووية وصنعت صواريخ وعملت تجارب كثيرة، وحصل ما حصل ولم تستطع. لكن الأمر مستمر أيضا في الاتهامات والتصريحات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وسيستمر ولا تستطيع الولايات المتحدة حتى اللحظة التي نتحدث بها أن تتخذ إجراء بشأن كوريا الشمالية. شوف حضرتك، صعب جدا اتخاذ إجراء بمعنى أنه عسكري، يعني صار تلويح وهدد ترامب وصار كلام
منه على الرئيس الكوري، وحتى في خطابه في الجامعة العامة للمتحدة كما نعم. تتذكرين كان خطاب حاسم وكان قوي وهدد بأنه سيمحي كوريا وإلى آخره. لكن العملية هذه تصريحات العملية ليست بهذه البساطة. حرب نووية معناه الكثير، معناه تدمير للمنطقة. الصين لم توافق، كوريا الجنوبية لم توافق، يعني جاء الرئيس الكوري وتحدث مع ترامب وطلب منه أن يعطوهم فرصة لأنهم هم يقودوا المفاوضات مع كوريا الجنوبية، وفعلا حصل وجاء وفد كما لاحظنا من فترة قريبة إلى كوريا الجنوبية وجلسوا وعملوا كما يقولون هوت لاين، خط ساخن ما بينهم، وستشارك كوريا الشمالية في أولمبياد في كوريا الجنوبية. العملية يعني ليست بهذه البساطة أن تقوم أمريكا بغزو كوريا، لا أعتقد، لن تستطيع لأسباب عديدة. أولا خوفا من عواقب الحرب النووية، الصين لا توافق، والصين لاعب مهم كما تعرفين حضرتك لا توافق، وهناك مصالح أيضا ما بين أمريكا وما بين الصين. كوريا الجنوبية لا تريد التصعيد، ليس من مصلحتها التصعيد، فأعتقد المسألة يعني كوريا الجنوبية هي من ستتولى العملية بالتنسيق مع الصين والتنسيق مع الأمريكان. لكن بشكل عام قبل أن نتجه إلى ملفات أخرى هي تمس أيضا العالم العربي، سواء في قراراته الداخلية فيما يخص الهجرة، عدم دخول اللاجئين وعلى رأسهم اللاجئين السوريين. نعم. لكن فكرة هذه السياسات الخارجية التي خرج بها دونالد ترامب في خلال عام، تأثيراتها من ناحية التقييم على المستوى الرئاسي بالنسبة لتقييمات رجل سياسة في أي إطار بتضع؟ شوف حضرتك، يعني الرئيس ترامب تعرض إلى انتقادات كثيرة داخل أمريكا، سواء من الحزب الديمقراطي، وهذا وارد لأنه يعتبر حزب معارض وليس في السلطة، فيتصيد ويتابع كل كبيرة وصغيرة من أجل مصالح سياسية حتى يكسب قاعدة أكثر. حتى وفعلا أيام ما حصل قانون اللاجئين ووقف التأشيرات إلى 7 دول، بعض الدول الإسلامية والعربية، وتم تحديد موضوع اللاجئين، الديمقراطيين كانوا يعني استغلوها استغلال كبير جدا. وأنا أتذكر حتى كان زعيم الأقلية السناتور تشيك شومر من نيويورك جاب أطفال سوريين وعرب على شاشة التلفزيون وحكى معهم كلام جميل، وإحنا سنعمل على لم الشمل رينيوفيكيشن فاميلي رينيوفيكيشن، لم الشمل العوائل، لأنه حضرت نص العائلة هناك ومقدمة أوراق حتى تيجي بقية العائلة. فيعني هذه صراعات داخلية، هذه صراعات داخلية. تقييم الشارع الأمريكي كما لاحظت في المسيرات اللي حصلت بمناسبة مرور سنة، استطلاعات الرأي أكبر دليل على أنه يعني استطلاعات الرأي الأسبوع الفائت وصلت إلى 33% شعبية. فهذا مؤشر على أنه أن الشعب الأمريكي بغض النظر عن غير راضي يعني بغض النظر عن أنه الاستطلاعات ليست دائما هي 100% أكيدة، هناك زائد نقصان، لكن هذه مؤشرات على عدم وجود رضا في الشارع. لكن ربما الشعب الأمريكي بيتحرك في استطلاعات الرأي فيما يخص قضايا الداخلية بشكل أكبر. صح. أبرز ما تضرر منه مثلا قانون التأمين الصحي لأوباما. نعم. بدأ بإلغائه، وتحدث أيضا عن خط يفصل ما بينه وما بين المكسيك وقوانين خاصة بالهجرة، الجدار. نعم. وصعوبة في دخول الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك أي القرارات التي جعلت الشعب الأمريكي يغضب؟ الحقيقة هناك مسألة مهمة على المتابع للشأن الأمريكي أن يفهم، أمريكا هي بلد المهاجرين اللاتينيين، والذين من أصول لاتينية من أمريكا الجنوبية يشكلون نسبة كبيرة، يعني يصل عددهم الآن بحدود 30 مليون، وهذا بالسياسة يعني قوة انتخابية، يعني كل حزب يسعى إلى أن يكسبها. أكيد. فهذه جعلت من المهاجرين، وسواء الجيل الأول والثاني والثالث وإلى آخره، جعلتهم يعني يتحسسون جدا. جاء وزاد الطين بلة ما حصل للدول العربية والإسلامية في موضوع الهجرة، فصار توافق ما بين وتصريحاته ضد الدول الإفريقية وتصريحاته ضد أفريقيا مؤخرا. هذه خلقت عند المواطن الأفريكان أمريكان أو الأمريكي من أصول أفريقية حصل غضب جدا جدا جدا، وشاهدنا على شاشات التلفزيون وفي الصحافة وفي الإعلام التعليقات والغضب في الشارع الأمريكي.
بناء السور أنا أعتقد هذا كان من أهم الأمور التي أزعجت المواطن اللاتيني والأمريكي عموما، لأنه الأمريكي بطبعه يعني كمواطن عادي لا يحب الحواجز، بالرغم من أن يعني الرئيس الأمريكي له ما مبرراته بأن كثير من المهاجرين غير الشرعيين يدخلون والمخدرات، وكثير منهم تحولوا إلى مجرمين، وهناك قصص حقيقية تحصل وهذا وارد موجود، يعني أنا عشتها وشفتها، يوجد كثير من يعني بعض المهاجرين سيئين، وشيء طبيعي لما أنت عندك 20 مليون، يعني إذا طلع 1% سيء فعندك عدد لا بأس به من السيئين وقسم منهم في السجون. لكن أمام ما موجود من 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 عمالة ومن طاقات من تبني البلد وتدفع ضرائب، وهذا مهم جدا دافعي الضرائب. الشيء الآخر اللي هو اللي يسموهم الداكا أو الحالمين أو القصر اللي دخلوا بصورة غير شرعية لأمريكا وعطوهم تصاريح عمل، الآن يوصل عددهم إلى حوالي 780 ألف شخص قوة انتخابية أيضا، وفي طريقهم إلى 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 أنه يصيرون مواطنين أمريكان، معناها مواطن أمريكي يعني صوت انتخابي. نعم. فذولا أيضا كل هاي الأمور، هذه أكثر الأمور اللي حقيقة خلقت غضب، وخاصة عند الأقليات، سواء كانت الأقليات اللاتينية أو الأقليات الآسيوية، لأنه أكثر الأقليات عددا هم اللاتينز اللي هو من ساوث أمريكا، بعدين يجون الآسيويين اللي هم من الصين واليابان، كل مجموعة دول آسيا والهند، عندك جالية هندية كبيرة جدا أيضا، يمكن العرب هم أقل الجاليات اللي موجودة في أمريكا، ومع ذلك يشكلون نسبة يعني ولهم صوت مؤثر، ولهم صوت أيضاً مؤثر طبعا. لكن كمان يعني فيما يخص القضايا الداخلية، نعم، فيما يخص المرأة، فيما يخص علاقته بالإعلام، وفيما يخص الفضائح بشأن الانتخابات وكيف وصل إلى سدة الحكم، وفي الاتصالات مع الجانب الروسي، نعم، وكيف تم اللعب في نتائج الانتخابات. أنا أعتقد أكثر موضوع هو يقلق البيت الأبيض ويقلق الرئيس وموضوع الانتخابات وعلاقة الحملة الانتخابية في روسيا، ومدى تدخل الجانب الروسي في موضوع فوز الرئيس كلينتون وفشل منافسته هيلاري. وصل الأمر إلى تشكيل قاضي متخصص يتابع الموضوع، وهذا موضوع لا زال قائما لحد الآن، ولا زالت تداعياته لحد الآن، وبدأت تداعياته داخل البيت الأبيض، بدءا من يعني فصل أو طرد جنرال فلين، ثم المستشار الإعلامي أو المتحدث باسم البيت الأبيض، وثم المستشارين الآخرين. هذه كلها معناها تنطي مؤشرات أن هناك عدم استقرار داخل المنظومة الرئاسية أو داخل البيت الأبيض أو داخل المؤسسة الرئاسية، وأكثر الأسباب اللي خلقت كل هذا اللغط وكل هذه عدم الاستقرار هو موضوع التدخل الروسي في الانتخابات. بقية المواضيع يعني ليست بهذا القدر لأن تصل إلى حد الاستقالات والانفصالات، لكن أكثر موضوع هو قائم وهو مقلق للرئيس أنا في تقديري هو موضوع التدخل الروسي ومدى العلاقة بين الجانب الروسي واللقاءات اللي حصلت مع السفير الروسي. تأثيراتها هيكون على إيه؟ يعني لا زال الرئيس أمامه 3 سنين ولا زالت التحقيقات جارية، والديمقراطيين مثل ما يقولون شادين حيلهم، وهذه فرصتهم لأن يحفروا وراء هذا الموضوع. هو طبعا ينفي في كل اللقاءات ينفي أنه وجود أي 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 يعني تأثير روسي، وينفي أنه يكون له علاقة بالروس في هذا التحديد. من المبكر أن نقول ماذا يعني ستتمخض التحقيقات، التحقيقات جارية، ويوجد يعني قاضي متخصص في هذا الأمر أو مستقل كما سموه، ويتابع الموضوع واللقاءات مستمرة. ولا تنسين أنه كانت حتى داعيات هذا الموضوع هي رفض أو فصل رئيس الFBI كومي، يعني رئيس الFBI بسبب هذا الموضوع يعتبر يعني الرئيس ترامب. نعم، لكن اعتدنا أن سياسة الولايات المتحدة بتكون سياسة إدارة،
وليس سياسة شخص. صح، ولا زالت. طب كيف يتعامل بهذا الشكل؟ لو كانت إدارة، لو كانت أمريكا سياستها شخص لكان شفت الأمور اختلفت، بدليل أنه لما الرئيس يصدر أي قرار هناك مستشارين في البيت الأبيض، هناك وزير خارجية، هناك البنتاغون الدفاع، هناك مراكز البحوث، وهذه مهمة جدا، يعني هناك مراكز بحوث ترفد الرئيس بدراسات وباستشارات وباستطلاعات. فكثير من القرارات اللي الرئيس كان مندفع فيها تشوفين مع هذه بيتراجع أحيانا، يعني لا نريد أن نقول تراجع ولكن يغير رأيه. مثلا موضوع المناخ الآن في حديث كثير عن هذا الموضوع، موضوع كوريا الشمالية لعله أهم موضوع في تراجعات. حتى أنا أعتقد في موضوع القدس هناك تغيير في النبرة الأمريكية بغض النظر. هل من الممكن التراجع؟ لا، ليس التراجع بمعنى ألغاء القرار، وإنما إيجاد كما يدع البداية، لأنه الرئيس لم يعطي الحل النهائي، الحل النهائي متروك المفاوضات. يعني هناك تركوا مثل ما نقول بالعامية الباب، سياسة الباب الموارب. بالضبط، الباب الموارب مثل ما تقولون مصر. طيب، هذه القرارات المتخذة من الجانب الأمريكي في عام، نعم، هل هي مؤدية إلى عزلة دولية للولايات المتحدة الأمريكية فيما هو قادم، أم ربما سياسة الباب الموروب أو الموارب تستطيع بها الولايات المتحدة أن تخرج من الكثير من المواقف التي وضعت بها؟ شوف حضرتك، من الصعب أن تأذنين أمريكا. خلينا نتكلم بصراحة، يعني أمريكا سوبر باور، قوة عظمى، لها تأثيرات سياسية وعسكرية واقتصادية، لكن هناك بعض الملفات اللي أمريكا يعني هي حصرت نفسها، ملفات وليس في الإجمالي. يعني في مثلا في موضوع سوريا، أنا أعتقد أمريكا في ربكة مرتبكة في موضوع سوريا. في موضوع ليبيا، لو تشوفين أمريكا تقريبا لا تسمعين الوجود، يعني behind the scene مثل ما يقولون، وراء لها لها تأثير، لكن مباشر لا دخل محادثات، لا لها ممثلين. تقريبا الموضوع أخذ منحى أوروبي، الأوروبيين أخذوا هذا الجانب، ولعلها أدوار. أما موضوع عزل أمريكا، أنا لا أعتقد أمريكا ممكن يعني عزلها، صعب عزل أمريكا بصراحة، صعب. لكن تخفق في إخفاقات أمريكية، نعم، في إخفاقات أمريكية في ملفات معينة، في إخفاقات أمريكية وعدم نجاح في ملفات أخرى، في عدم استمرارية في بعض الملفات. يعني خلينا نتكلم بصراحة، ماذا لو استمرت انخفاض الشعبي للرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي منتخب لأربع سنوات، يعني انخفاض الشعبية لا لا لا, لا يعطي أي مبرر لأن يقولوا للرئيس. من الممكن أن يتحدث الصندوق فيما يخص ولاية سن في الجولة القادمة، نعم. يعني وأعتقد من المبكر أن نتحدث عن ما سيحدث باقي ثلاث سنوات للرئيس. يعني صعب، الأيام ستظهر الكثير. بالضبط، صعب أنه نقول والله الرئيس سيرشح لدورة ثانية أم لا يرشح، أم سيفوز في دراسة. من الصعب جدا يعني الآن التنبؤ، لأنه لا ندري السنة القادمة ماذا سيفعل، بعد شهر ماذا سيفعل. نعم، الأحداث لسه مثل ما يقولون تتوالى، السياسة المسرح مفتوح، لكن التقييمات كانت واجبة الحقيقة خلال عام أن طبعاً نضع الرئيس الأمريكي طبعاً ما بين سلبيات وإيجابيات، سواء فيما يخص الداخل أو الخارج. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الحوار، الأستاذ حارس العاني، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية. شكراً جزيلاً لكم وكل سنة طيبين. حضرتك بألف خير، شكراً جزيلاً. انتهى حوارنا الأول، الحوار الثاني يتحدث عن شركات حكومية تدخل البورصة، تأثيراتها المختلفة على الاقتصاد وفي تعويم هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والمالية. الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال معي بعد الحوار.
استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف لدعم الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح ما بين 18 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أن الشركات المستهدفة في الطرح تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد. تتضمن عملية الطرح شركات البترول وعدد من شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، يبلغ عدد الشركات المقيدة في سوق المال وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة. وأشارت وزارة المالية إلى أن نسب طرح الشركات بالبورصة تصل إلى 20% من جملة الأسهم من أجل توفير أكبر قدر من الإيرادات للخزانة العامة، بالإضافة إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. عدد من الخبراء رحبوا باتجاه الحكومة في البدء بطرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لتنشيط السوق. وأكد آخرون أن طرح هذه الشركات سيعيد هيكلتها وزيادة رأس مالها، بما يساعدها على التطوير وتنمية قدرتها على النهوض. وفي نفس السياق، أكد خبراء أن هذه الخطوة ستنشط شركات قطاع الأعمال من خلال أموال المساهمين، لافتين إلى أن البورصة تعد أحد الأمور التي يقاس عليها النشاط الاقتصادي في دخول الأموال والاستثمار. هذا وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم جذب استثمارات أجنبية وعربية تقدر بمليارات الجنيهات خلال 3 سنوات الأولى من البدء الفعلي لعملية طرح لعدد من الشركات قطاع الأعمال بالبورصة المصرية. أرحب بضيفي الكريم في من القاهرة الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم وأهلا بسادة المشاهدين. طرح عدد من الشركات الخاصة بالدولة في البورصة المصرية، تمام، توصيف هذه الخطوة وتعريفها إزاي؟ أولا، هي الدولة بتحاول أنها توجد موارد جديدة بالنسبة لها، أو تحاول أنها بتوجد دخل، او يعني مش عايزين نيجي نقول ما تم يعني كلمه ما تمتلكه الدوله، مش عايزين نركز عليها قوي. لا، هي الدوله بتحاول توجد ليها موارد جديده، وفي نفس الوقت بتحاول انها تطور من هذه الموارد، او تحاول انها تتخلص من جزء كبير جدا من الاصول التي تمتلكها الدوله، تمام. فاحنا نيجي نركز على كلمه الاصول التي تمتلكها الدوله في شكل عام. فيما معناه ايه؟ لو الدوله عندها قطاع من القطاعات، والقطاع اللي هي عندها ده عايزه تطوره، فما عندهاش قدره ماليه انها تقدر تطور الكلام ده. انما القطاع ده بيجيب موارد كويسه جدا، تمام، زي مثلا احدى شركات مثلا المشتقات البتروليه، تمام، بيجيب موارد حلوه جدا، بس انا عايز اتوسع وارفع السقف بتاعي من الربحيه، فانا ممكن ازود راس مال، او ممكن اطرح النهارده حصه، او الدوله تتنازل عن الحصه التي تمتلكها في هذه المؤسسه او هذه الوحده او هذه المنشاه عن طريق النهارده طرحها داخل البورصه، وتاخد الاموال دي تزود بيها راس مال وتقدر تتوسع اكتر من طيب كده. طيب النقطه دي هتتنازل وتطلع الدوله منها خالص، ولا هتكون بنسب مقسمه وتكون الدوله برضو بنسب ليها النسبه الاكبر ولا النسبه الاكبر اليد العليا؟ اليد العليا، تمام. يعني احنا بنقول تفضل مملوكه للدوله. احنا بنقول احنا شبه خصخصه وليس خصخصه، تمام. يعني احنا هنخصخص الشكل الاداري فقط لا غير، ولكن الملكيه حتى الان هي ملكيه عامه، تمام. ما زلنا حتى الان الدوله تتحكم يعني الدوله في مش هتفقد اصول. لا، مش هتفقد اصول، لكن هتعومها من ناحيه الموارد. احييكي على لفظ التعويم ده، لاني قليلين جدا اللي يقدروا يتكلموا على كلمه تعويم بعض المؤسسات او الوحدات. هو فعلا انا اقدر انتشل الشركات دي او بعض هذه المؤسسات من الوعكه او التعثر الاقتصادي او المالي اللي فيها او حتى الاداري، واقدر اقومها مره ثانيه عن طريق تعويمها، سواء عن طريق ان انا بطرح حصه منها او اتنازل عن جزء من حصه منها، او عن طريق ان انا اقدر ازود راس المال بالمشاركه مع قطاع خاص، او ادور على مستثمر استراتيجي او مستثمر النهارده فرد يقدر يخش متخصص في المجال ده يقدر يطور لي ويحدث لي. فنقدر النهارده نقول بالفعل نقدر نعوم مؤسساتنا اللي ممكن نحقق منها تقريبا كنوز الفتره اللي جايه. احنا عندنا سواء قطاع عام او حتى قطاع حكومي، او خلينا نقول ما تمتلكه الدوله من اصول، لو قدرنا ان احنا نديرها بكفاءه بالفعل، اعتقد ان احنا ممكن نحقق ارقام تاريخيه بالنسبه للدوله المصريه من ايرادات من اداره هذا المال العام، او حتى ما يسمى اصول الدوله المصريه نفسها. طيب ايه الشركات دي؟ ايه ابرزها؟ هي 10 شركات فعلا هيتم اتخاذ القرار بشانها، وهل هتكون دفعه واحده؟ بص، هو الرقم طبعا بقى عامل زي كده تقسيمه لعيبه الكوره 4-2-4-3-5-6، الرقم بقى بيختلف من فتره زمنيه لفتره زمنيه، وكل فتره بنسمع تصريحات. انما اللي نقدر نقول عليه حاجه، ان احنا في 2018 مطلوب مننا قرابه 8 مليار جنيه، تمام، في اجمالي حزمه تقريبا هي تقدر بحوالي 40 مليار،
ودي في البرنامج الاصلاح الاقتصادي بارتباطي مع صندوق النقد الدولي. تمام، فاحنا كل اللي يهمنا 8 مليار من 8 مليار 8 مليار جنيه. تمام، 8 مليار ايه؟ ربح جنيه؟ لا، ما تتنازل عنه الدوله واخد بالك من طروحات. تمام، اللي هي تطرح اسهم، يتم الاستغناء عن جزء من قيمته 8 مليار من اصول التي تمتلكها الدوله. تمام تمام، فاحنا بنتكلم على حصه قرابه ال 8 مليار. ال 8 مليار دي هي الحصه الاوليه في 2018، ده من مجمل عام قرابه حوالي 40 مليار. طبعا احنا بنقول من مجمل العام ليه؟ لان ظروف السوق وظروف الاسواق العالميه المحيطه هي دي اللي بتخليك تسرعي ولا تبطئي. عشان كده بنيجي نقول ايه، بلاش نقول النهارده 10 شركات، ممكن النهارده السوق النهارده فيه تضخم عالي جدا او قيم تاريخيه مرتفعه جدا، فبالتالي ممكن ال 8 مليار دي تجيلي من 5 شركات بس، مش تجيلي من 10. طيب، يعني ظروف المهم عندي الحصيله لكن مش عدد الشركات. ظروف التقييم تختلف، ممكن ان انا افشل النهارده ابيع ال 10 شركات كلهم وتقدر تحقق لي 2 مليار بس، فبالتالي ما اقدرش ان انا النهارده هستغنى عن 10 شركات عشان ال 2 مليار فقط. تمام، فاحنا بنقول النهارده الطريقه اللي هي هو ليه ده استغناء؟ هو ليه حضرتك بتوصفه بانه استغناء، ان انا استغنى عن الشركات؟ ما هو ده، انت تمتلك الجزء ده فانك انت تضحي بيه معناها تستغني. تمام، واحنا ما بنقولش النهارده بس انا هفضل شريكه اساسيه فيه. انت شريكه بس في والاداره هتتبع في فرق ما بين المساهمه اللي هي 100%. تمام، اللي انت بتتنازل عن جزء، انما في شركات مطروحه بالفعل داخل البورصه المصريه انت هتزود الحصص بتاعتك، فده استغناء. يعني بدل ما انا كنت طايح في مثلا 20%، النسبه الاكبر لمين؟ ما هو اليد العليا ما زالت حتى الان للدوله. للدوله، وطبقا للقانون المراقبه الخاص بالجهاز المركزي، انت طول ما عندك فوق ال 24% يبقى انت تقدري تراقبي، حتى لو مش هتديري تقدري تراقبي كل هي كلها هتطرح بنسبه قد ايه للدوله فيها. ما انا بقول لحضرتك النسب مختلفه، يعني في حاجات جوه 10% في حصص جوه البورصه هتزود مثلا 10 أو 15%، في شركات هيتم مثلا طرح 40%، ولكن خلينا نقول ما هو الاسلوب الامثل للطروحات. تمام، احنا بنتكلم النهارده مش قرار انا هاخده في 24 ساعه والله انا هتنازل عن حصه 10% من الشركه، او ان انا هطرح مثلا او ازود راس مال شركه كذا من خلال البورصه بنسبه 20-30%، او انا محتاج منهم 10 او 20 مليار عشان اطور. القصه دي وراها صناع. تمام، صناعه زي بالظبط صناعه الاعلام وصناعه السينما وصناعه السيارات، في صناعه النهارده الاسواق الماليه. تمام، لما حصل البرنامج الخصخصه بعد ما توقف فتره كبيره جدا وكان تقريبا سمعه سيئه جدا في الفتره اللي هي بتاعه التسعينات، في 2004 تقريبا فكر ان البرنامج او طروحات الخصخصه هي اللي انتشرت النهارده القطاع المصرفي من الوعكه اللي كان بيمر بيها بسنه 2000، وهي اللي انتشرت شركات او معظم شركات القطاع العام وقطاع الاعمال الفتره دي لما كان بالفعل القطاع ده كان متعثر. معلش بس تضرر العاملين في الداخل، في داخل هذه خلينا الشركات. نتكلم مش خلينا في نتكلم ده. اللي هي احنا اللي بنتكلم بعد 2004 كان عندي 3 شركات داخل هذه الشركات. كان عندنا 3 شركات اللي تم طرحهم، واخد بالك، شركات بتروكوميات وشركه الاتصالات. التلاتة دول عملوا انتعاشة لكل الشركات المطروحة في البورصة كلها، قدرت تعمل زيادة رؤوس أموال لكل الشركات المطروحة بالكام، قدرت الشركات دي توقف على رجلها، قدرت الشركات دي بالفعل تسدد القطاع المصرفي اللي هو النهاردة في ظل المعركة الاقتصادية والتجارية العنيفة جدا قدر ان هو يقف قدام الصعوبات دي كلها. فاحنا بنتكلم في منها خسر كأفراد ولا كمؤسسات؟ كمؤسسات. لا، الجميع في شركات كسبان. تم في شركات تم تخصيصها والشركات دي يعني قلت ربحيتها سواء تصرح عاملينها او حتى اغلقت لمصالح اخرى. لا، هي ممكن يعني التطبيقات الخاصه بالخصخصه في حد ذاتها وليس سياسه الخصخصه. لا، تقدريها نسبه وتناسب وفتره زمنيه وفتره تاريخيه، وقيمه الطرح في الفتره الزمنيه دي قد ايه فيما يعادل كام، ولو احنا طرحناه النهارده قد ايه ويعادل كام. ما احنا شفنا النهارده لو قيمنا بعض المدن الكبيره جدا اللي كان فيها محل اتحاد كبير قوي وطرحت الارض ب 50 قرش، شوف النهارده القيمه المضافه لكل ما هو يحيط هذه المنطقه كلها اصبح بكام النهارده، اللي هو عظم لي الناتج المحلي للدوله. الاجراءات الحمائيه اللي هتتخذ في انا اتمنى الطروحات اللي تتم في البورصه المصريه الفتره اللي جايه او ما يتم بالفعل تفعيله من خلال الدوله المصريه ان احنا بنبتدي ندور على الطروحات الخاصه. ده في الصفه المبدئيه فيما معناه ايه؟ انا عندي شركه مثلا مشتقات بتروليه، الشركه دي ممتازه جدا والدوله بتكسب منها كويس جدا، بس هل الشركه دي اللي انا هبتدي اجذب بيها استثمارات خارجيه، لان انا عيني على الاستثمارات الخارجيه وليس الداخليه، تمام؟ هل دي تنافس بالفعل؟ يعني انا عيني على المستثمر في البورصه العربي الاجنبي والعربي، لان انا عايز عمله صعبه مش الافراد، عايز عمله صعبه قبل ما ادور على. لكن هتمنع من هم يدخلوا الافراد باسهم؟ لا مش همنع، بس انا بتكلم النهارده تبقى انا عايز واحد عنده خبره. انت عايز طرح ضخم مره واحده يتبقى. عايز واحد عنده خبره بالفعل في المجال وعنده قدره ماليه او ملاءه ماليه عشان يقدر يطور معايا ونستمر مع بعضينا.
الفكر اللي انا عايزه العالمي هو ده اللي انا محتاجه الفتره الجايه في اداره مؤسساتي، تمام؟ وايضا القوه او الملاءه الماليه دي انا عايزها عشان اقدر ان انا استكمل الفكر اللي هيجي لي من بره، لان الفكر لوحده مش هينفع، لازم فكر واموال معاه تقدر تدعمه. فانا بتكلم النهارده يبقى الطرح يبقى موجب النهارده طرح خاص ومعاه طرح عام للافراد او صغار المستثمرين. اقدر النهارده انتشر المؤسسات بتاعتي بالفعل من او نعوم مؤسساتنا اللي احنا بنتكلم عليها زي ما حضرتك قلت باللفظ ده بالظبط، نقدر نعومها ونقدر نحقق بيها الربحيه في فتره قياسيه وجيزه جدا. ده اللي انا اتمنى ان احنا نعمله في الفتره اللي جايه، او تكون دي فكره بالفعل الطروحات. واتمنى مره ثانيه ان يبقى مبدانا الرئيسي لو احنا عندنا 19 مليار دولار استثمارات غير مباشره، والناس دي حطيتها في اي اوعيه استثماريه بتاخد عليها 20%، والزام علي ان انا ارجعها لها تاني، لا انا ارجع اتفاوض مع الناس دي واقول لهم يا جماعه يا اللي بتاخدوا 20% تعالوا لي النهارده بدل ما هتخرجوا بعد سنه او سنتين، انا عندي شركات ممكن تحقق لكم 30-40% في السنه، والاستثمارات دي فيها توسع كبير بس جدا. بس دي عايزه من خلال صناديق بقى عشان تضمن. ما عشان كده قلنا لازم نعمل ايه؟ في صناعه. مش تعامل فرد. ايوه دي صناعه، انت بدل ما انت كده خدت ال 20% وعايز تروح وهتاخد الدولارات تاني، لا انا هخليكوا تاخد 30-40%، يبقى انا كده النهارده استفدت الاستثمارات الغير مباشره، تحولت استثمارات مباشره، معدل النمو عندي ارتفع، ما بقاش في ضغط على العمله الاجنبيه اثناء سحبها، قدرت ان انا النهارده ادور مؤسسات اللي انا عايز اطورها او عايز انميها او عايز حتى اتنازل عن جزء منها، فبالتالي قدرت النهارده اعمل نوع من انواع الثقل داخل الدوله المصريه في سواء في البورصه. طيب او حتى في المؤسسات. طيب ده جميل قوي، هرجع تاني، هل متوفر عند حضرتك معلومه بشان من يعملون داخل هذه الشركات والجهات التي سيتم طرحها في البورصه؟ من سيطرح ولا ما يتم طرحه؟ لا العاملين داخل الشركات دي. لا احنا العاملين طبعا احنا بنتكلم هي شركات المؤسسات معروفة جدا، بتروكوميات وشركات مشتقات بترولية واحد رخص البنوك، هو ده اللي هيتم طرحه. الشركات دي بالفعل في جزء كبير جدا بيحقق منها ربحية جيدة جدا، تمام؟ وفي جزء عايز يطور العمالة اللي عنده، وفي جزء كبير جدا بيتمنى ان هو يتخرج ويستكفي بالمعاش بتاعه المكافاه اللي هي المبكره. يعني الوجهات النظر موجوده وتم دراسه الكلام ده كله من بقالنا سنه ونص تقريبا داخل الجهات الرسميه بتدرس الموقف نفسه، كم واحد عايز يمشي، كم واحد عايز يبقى يقعد، كم واحد عايز يتطور. ومش عايزين برضو ننسى حاجه واحده بس، ما في شريك جديد جاي لي ده فكره عامل ازاي؟ ما عشان كده بقول لحضرتك في صناعه لازم اركز. دي دايما بتبقى التخوفات شويه. لا انا ما اعتقدش ان الفتره الجايه حتى في برنامج الخصخصه هيبقى في نوع من انواع التخوفات نهائي، لان زي ما بقول لحضرتك النهارده ال10 سنين اللي فاتت جميع تقريبا المؤسسات قدرت انها تعمل عمليه توفيق للعماله اللي عندها، وفقت وضعها كعماله، انا محتاجه 100 يبقى هم ال100، ما قدرتش ان انا النهارده بقى خروج السن القانوني للمعاش او الاستغناء ان انا اضيف ناس ثانيه، تمام؟ طيب. ولكن احنا بنتكلم لو انا هطور لازم اشوف فكر المطور ده عامل ازاي؟ ما ممكن يجيب لي معدات او مكن بيشتغل ب10 بس يبقى انا هستغنى عن 100. بس ممكن كمان ادرب واهل. تمام ما هو اعتقد فكره الدوله البشري اللي شغال بالفعل. فكره الدوله النهارده في التطوير والتاهيل. لو شفنا النهارده الفكر بتاع وزيره التخطيط ان انا هبتدي اطور العماله الفتره اللي جايه، يبقى احنا بنتكلم على هناك وجه جديد للدوله المصريه، هناك تحديث للدوله المصريه، انا مش بحدث بس مباني وانشاءات، لا ده انا بحدث المواطن نفسه او العامل نفسه او الموظف نفسه عشان يقدر يدي الخدمه ومن يتلقى الخدمه، ما انا ما ينفعش النهارده اطور الراجل اللي هيأدي الخدمه، مش هطور من يتلقى الخدمه، ما هيبقى فيه النهارده مشكله كبيره جدا، فاحنا بنتكلم النهارده لازم الاثنين يتطوروا، عندك شركات اتصالات خاصة النهاردة 3000 واحد بيخدم على قرابة حوالي 45 مليون مشترك 24 ساعة، شوفي كام 45 مليون بيخشوا بياخدوا الخدمة من 3000 واحد، ما بيحصلش الشجار والخلافات دي كلها، أنا مهيئ نفسي وأنا داخل إن الراجل ده على أعلى كفاءة ممكنة، وممكن يبقى فيه نسبة صغيرة، إنما إحدى الشركات الأخرى شوفي العدد فيها قرابة حوالي تقريباً 40,000 بيخدموا على حوالي 11 مليون، شوف النهاردة الخلاف في الحد والتعامل بيبقى عامل إزاي. فاحنا بنتكلم التطوير والتاهيل لمن يقدم ومن يتلقى، ده واجب بالفعل علينا الفتره الجايه. امتى هتتم الخطوه يا دكتور؟ اعتقد ان احنا لازم جزء كبير جدا هينتهي تقريبا قبل 30/6 وبالاخص ابتداء من الربع الجديد وبعد الفتره الانتخابيه، اعتقد ان احنا نبتدي تقريبا في جزء دفعه واحده شركتين. ولا زي ما حضرتك بتقول عدد من الشركات ونشوف احنا هنجيب الحصيله اللي مطلوبه، لان زي ما قلت لحضرتك عليكي واجب محيطي مهم جدا عشان اقدر هطرح السلعه دي، دراسه السوق السلعه اللي انا هطرحها دي او الشركه اللي هطرحها دي ايه المنافس حواليا. حضرتك قلت بترو كيماويات ايه تاني من نماذج الشركات اللي يعني شركات هتطرحها. كبرى للزيوت تمام اللي هي الخاصه بمشتقات البتروليه تمام، عندي شركات مشتقات بتروليه اللي هي زي البنزين وما شابه ذلك من ديزل وما شابه ذلك هنزود الحصه بتاعتها، عندي رخص بنوك مهمه جدا برضه هيتم برضه التنازل عنها، احنا بنيجي نقول ليه التنازل عنها؟ واخد بالك؟ لان لسه مش عارفين لغايه دلوقتي الشكل العام بتاعه عامل ازاي؟ هل هو بيع كلي؟ هل هو بيع جزئي؟ هل هو بيع نسبه؟ فاحنا بنقول والله ما ترغب الدوله في التخلص او التنازل عنه من اصولها. تمام سواء بشكل انها تبيع رخصه البنك بالكامل، هل هتبيع رخصه جزء وطرح الاخر،
فاحنا بنتكلم النهارده المعلومات المتوفره حتى الان واخد بالك ان هناك بالفعل نيه لدى الدوله تمام انها تمضي قدما في عمليه برنامج الخصخصه، ولكن لا يشبه برنامج الخصخصه الماضي تمام. فدعينا نتصور ما هي الاشكال الاخرى للخصخصه زي ما حضرتك قلناها كده، ان انا ازود راس المال، ان انا اشارك النهارده الناس عن طريق البورصه، ان يبقى عندي مستثمر استراتيجي، يبقى عندي طرح خاص وعندي طرح عام، يبقى الاشكال دي كلها المتضمنه مضمونه في الاخر اليافطه بتاعتها خصخصه. ولكن نظرا للسمعه السيئه في الماضي للخصخصه فبيتم تغيير المسمى في الفتره الحاليه او في فترات القادمه. تاثيرها ايه على البورصه؟ حضرتك قلت الفايده على الشركات نفسها او المردود على الدوله، لكن كمان انتعاشت حركه البورصه نفسها، حضرتك شايفها ازاي؟ بصي البورصه المصريه خلينا نقول انها وصلت لارقام قياسيه وتاريخيه تمام، ما وصلتلهاش تقريبا من الازمه الماليه العالميه في 2008. احنا وصلنا لقرابه حوالي 15500 بالنسبه للاي جي اكس 30 الرئيسي، ولكن ما زلنا حتى الان اسعار الاسهم ما جابتش حتى اسعار 2008 تمام. انما الاسهم قيدية 7-8 اسهم فقط هم اللي عملوا ارتفاعات الشهيقه دي كلها. احجام التداول بالفعل اتغيرت الفتره الاخيره، وده لازم نركز على الجمله دي لان هي دي اللي تهمك بقى في موضوع الخصخصه. احجام التداول الفتره الاخيره وصلت لفوق المليار، ولكن خلينا نخش ده معناه الناس راغبه في الاستثمار في البورصه. معلش لازم اقول لك لازم نحلل الرقم. المليار ده اللي بيتعمل النهارده هل هو زي ال 2 مليار اللي قبل 2011؟ لا طبعا، لان انا في 2011 ما كانش عندي حاجه اسمها تي بلس زيرو، يعني ما كانش عندي بيع وشراء في نفس الجلسه، فده بيديكي رقم للتداول تمام. يعني ممكن ب 10000 جنيه تعملي حجم تداول بنص مليون جنيه. فبالتالي المليار النهارده ما بقاش حقيقي تمام. نمره 2 ما كانش عندي تي بلس 1، يعني ان اشتري النهارده وابيع بكره، ما كانش عندي نظام الشراء بالهامش، ما كانش عندي كريدت، يعني ما كانش عندي مصادر للتمويل اقدر النهارده اخد 100% تمويل على السهم اللي معايا او اقدر اخد النهارده 50% او شيء زي كده. النهارده موجود، يعني مجمل التداول اللي بيظهر لي النهارده مليون ممكن ما يبقاش حقيقته المليون، ممكن يبقى حقيقته النهارده بالفعل هم 500 او 300 او 400. عشان كده بيجي نقول ايه؟ احنا لسه هنجرب، هنشوف النهارده السوق هيستجيب لقد ايه سيوله. ليه بقى؟ لان خلي بالك لو وضحناها للمواطن البسيط ده عباره عن السيوله داخل السوق عباره عن رغيف عيش. الرغيف ده بياكل منه فردين وساعات ياخد ثلاثه وساعات اربعه وخمسه وسته، بس كل ما العدد بيزيد دي هي الشركات المطروحه في البورصه، والرغيف ده هي السيوله، كل ما العدد ما بيزيد الرغيف بيقل بيقل بيقل، فبالتالي السيوله بتقل. ممكن نوصل لمرحله ان السوق ما يقدرش يطلع ولا يطلع، ينزل ولا يطلع. ليه؟ مفيش فروق للتداول نتيجه ان مفيش كاش او مفيش فريش ماني. ايوه عشان كده لازم ننزل عشان كده نقول ايه؟ احنا 8 مليار من اجمالي 40 مليار، بس انا هعمل تيست للسوق. في شركات الفتره اللي فاتت خاصه دخلت وطرحت اجزاء، بس نخلي بالنا هل الشركات دي دخلت وخرجت او تخرجت من حصص ليها داخل البورصه عشان تطور، ولا عشان في ناس كانت ما عرفتش تبيع شركاتها بره فدخلت بعتها في البورصه؟ ربما هذا الشكل وربما هذا الشكل. انما اللي هيبان النهارده الشكل الحقيقي عامل ازاي مدى استجابه الاكتتابات واخد بالك للطروح مع تفاعلات الاسهم جميعها وليس سهم منفرد بذاته. نرجع تاني لحاجه مهمه، لو انا صانع قرار عيني برضو على حاجه تانية وانا بتاخد القرار ده، لان مش عايز اعمل انتعاشه كبيره جدا في البورصه. ليه بقى؟ لان عيني الناحيه التانية على الودائع في البنوك، ما انا مش عايز اخلي الناس النهارده تقترض من البنوك على الودائع بتاعتها، او النهارده تسحب او تسيل جزء من الشهادات وتضخها في قلب البورصه، وممكن يحصل لا قدر الله اي هزات عنيفه تتاكل هذه الاموال، وانا عندي النهارده موقف بنوك داخل على بازل 3. ده اللي انا بقوله لك، في سياسه أيوة. الافراد ممكن ما يتحملوش هزات البورصه لو دخلوا كفرد تمام. لكن من خلال صناديق استثمار ممكن لا حتى داخل صناديق استثمار شويه قراراتها. انا يهمني احافظ على معدل الادخار داخل بنوك القطاع المصرفي عشان ما اقدرش ان انا ابوظ الهيكله الخاصه بالملاءه الماليه لكل بنك. واحنا داخلين على بازل 3 احنا شايفين في بنوك في الفتره الحاليه بتحاول انها تتخرج من الاصول بتاعتها تمام. ليه؟ عشان تبقى النهارده موافقه اوضاعها لبازل 3. فبالتالي انا النهارده لو عملت انتعاشات في بورصه عنيفه جدا زي اللي حصل من 2004 لغايه 2007 او 2008 ممكن ان يتم سحب اموال من داخل الودائع، يعرض بعض القطاعات المصرفيه لنوع من انواع الهزل تمام، او حتى يتم الاقتراض بضمان هذه الودائع او هذه الاوعيه الاستثماريه او الادخاريه واخد بالك. وانت عارفه مدى خطوره الاستثمار في البورصه، عشان كده بنيجي نقول للناس ايه؟ لو هتستثمر الفتره الجايه في البورصه استثمر النهارده بما فوق مدخراتك، ما تستثمرش بكل مدخراتك، المبلغ اللي انت مش محتاجه واخد بالك. لا قدر الله ليه؟ لان العالم بالكامل في الفتره الحاليه احنا عارفين ان احنا في حرب اقتصاديه شرسه جدا، والعالم في الفتره الاخيره دي كلها كل مؤشراتها بتحقق قمم تاريخيه. يعني لو جبنا الداو اللي هو يعني اكبر حاجه في العالم الاسواق الماليه النهارده في قمه تاريخيه بعد حتى الشوت داون الامريكي اللي حصل، في قمه تاريخيه ليه؟ فانا ما اضمنش النهارده يحصل تصحيح عالمي يبتدي ياثر عليا انا النهارده محليا، يحصل تبخر هذه الاموال نتيجه الخسائر لا قدر الله. فاحنا بنقول استثمر في بورصه في الفوائد الماليه التي لا تحتاجها بما لا يضر استثماراتك او ودائعك او مدخراتك في بعض القطاعات المصرفيه وفيما ذلك. وبقول النهارده للقائمين ايضا على البورصه واخد بالك لازم النهارده نعمل تيست للسيوله، انا يهمني يحصل بالفعل فروق سعريه. ليه؟ البورصه بيصنعها النهارده في الارتفاع وبيرفع شهيتها مش المضارب،
واخد بالك اللي هم بيتكلموا عليه، لا المتداول ده اللي بيصنع فروق سعريه كل يوم النهارده، اللي بيعمل لي 10 ساعات 20 قرش جنيه نص جنيه الكلام ده كله، اللي بيخليني اقدر ابيع واشتري النهارده ويعمل الفروقات اللي احنا بنتكلم عليها، اللي يجذب لي حواليها مستثمرين جدد ومستثمرين جدد ومستثمرين جدد ممكن تجي لي استثمارات ثانيه من بره، نقدر نعمل عمليه النهارده الفروق السعريه اللي انا هكسب. انما لو فضلت طول عمري بخسر او حصل ركود في قلب السوق ولا في بيع ولا شراء ولا في فروق سعريه، يبقى النهارده مش هقدر اكمل بيت الطروحات او مش هقدر النهارده انجح اي جزء من كل ده. هيبان باختبارات السوق ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. تحياتي لك. أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة في من القاهرة، لكن متابعة قناة النيل للأخبار دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. إلى اللقاء.